أنا مالي هاندا أختك، والتحليل غلط. ما في هيك شيء أبدا، أكيد في غلط بالتحليل. أنا بعرف شو عم أقول وبعرف شو عم بعمل. أنا مالي هاندا وخبرت الشرطة بهالشي. أنا مو مريضة، أنا مو أختك. بعتذر منك لأني غلطت، بعرف أنا غلطت وكمان اعتذرت، بس أنا مالي أختك ولا أنا بكون هاندا. أنا مالي هاندا. شو ما عم تسمعني؟ احكي أي شيء. عم قلك أنا مالي هاندا، عم تسمعني؟ شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟ على مهلك، شو عم تساوي؟ لك على مهلك، على مهلك، شو عم تساوي؟ يعني انت عم تحاول تقتلنا، شو عم تساوي؟ على مهلك. انت اللي قلتي انك بتعرفينا انا وامي، وانت اللي قلتي انك هاندا، وانت هي اصلا، وبدك تقبلي هذا الشيء هلا. انا مقدر انه هذا الشيء صعب عليك، كلنا ما بنعرف شو صار معك وما رح نعرف ابدا، لانه ولو كانت ذاكرتك راجعه كنت خبرتينا، بس مع الاسف فقدتيها. يعني ما حدا منا بالبيت بيعرف شو يلي صار معك، بس يلي رح يصير معك من اليوم ورايح رح نعرفه كلنا، مو هيك اختي؟ اكيد هلا بتكون قلقت عليكي امي كتير، اذا بتعرف شو عملتي رح تزعل، اذا عرفت رح تزعل كتير، ما؟ انت ما رح تزعليها لامنا ابدا، ونحن كلنا رح نعيش كعيله سعيده، ما هيك؟ مدام شيرمين، أنا يلي خبرت الشرطة. أنت بتعرفي مكان بنتي، ما هيك؟ هيك بتعملي؟ قلت إنك رح تفهميني، جيت لعندك وترجيتك، قلت لك إنه أبوها معمي على قلبه، لا تدلي على مكان بنتي. أنت شو عملتي؟ خدعتيني وكذبت علي؟ ما رح أسألك عن السبب أبداً، لأنه ما في أي جواب رح يطفي النار يلي بقلبي. بس بما أنك بتعرفي وين مكان بنتي، فأنا مجبورة أرجع أطلب منك نفس الطلب. اسمعي كلامي هاي المرة واتركي بنتي بحالة. بعد كل يلي شفته أنا منك، إذا لسه في بقلبك شوية إنسانية، اتركي بنتي بحالها، وإلا رح تكوني سبب بموتها، رح تكوني شريكة بقتلها مع أبوها وأخوها. اتركي بنتي وخليها تضل محل ما هي، خليها مبسوطة بعيد عننا. نحن ما رح نقدم لها غير الموت والقتل. اتركي زهرة تعيش. ست شيرمين، دقيقة، انت لوين رايحه وهلا شو رح تعملي؟ يلي لازم اعمله من زمان كتير.
أنا رح أعمل يلي بقدر عليه كوني أم، وإنتي رح تعملي الصح كونك مرة. ليكن اجوا. اهلا وسهلا، اعطوني جواكيتكن. جيرين، لا تسالي كثير، وتضايقي خلاقها للبنت. ماشي، هاندا حبيبتي بنتي. انا متت وعشت، ليش هيك وشك تعبان؟ أنا ما بفرط فيكي، تعي يا روحي، تعي، تعي عدي هون، تعي يا روحي، حبيبة قلبي هاندا حبيبتي. حبيبتي، نحنا كلنا انشغل بالنا عليكي، يعني وقت جينجو قال إنه نزلتي عم تركضي من السيارة، فكرناكي ضعتي، حتى أمي انهارت كتير. شوفي، هلا ما عاد في شي مخوفني أبداً. ايه، هي لانه وجع راسها بس. لو كان صاير لك شي ولو ما لقيناكي، ما كنت رح سامح حالي ابدا. هاندا، شو اللي صار؟ ليش هربتي؟ ليش كنتي خايفه لهالدرجه؟ للحظة ما استوعبت حالها لا مين هي ولا وين، وطبيعي إنها تخاف. خافت؟ يعني إذا خاف الإنسان بيهرب من صديقه وبينزل بيركض من السيارة، يعني بتوقع بيكون بده حدا من عيلته. أنت بتعملي هيك حبيبتي. إنكم تستنوا هاندا تعطيكم ردة فعل طبيعية رح يكون كتير سخيف. بس مو هذا السبب اللي خلاها تعمل هيك، كان في سبب تاني. حكيت لكم شو صار معه، وبعدها لساتكن عم تستنوا انه ما يصير شيء. نحن هيك عم نضغط عليها كتير، هذا الشيء مضي عليه 7 سنين، وقتها كانت بعيدة عنا. ولا تنسى كل اللي صار معه من زمان، نحن لازم نعطيها شوية وقت. ايه صحيح امي. ايه حبيبي. انا ما قلت لك انه لك عندي مفاجأة؟ تفضلي. هذا ال نتيجة ال دي ان اي. الشرطة خلونا نعمل هذا التحليل وكأنه الأم ما بتعرف بنتها، بس هو إجراء طبيعي وخلصنا منه. شكرا يا أبي. بنتي، Thank you.
أمي في شغلة كمان بدنا نفرجيك إياها. يلا. هاندا يا روحي بنتي. فكرت انك رح تنبسطي، ليش عم تبكي يا امي؟ لا هي دموع الفرح يا ابني. انا بعرف بس هلا كثير انبسطت. هاي كلها شقفة ورقة، بس هاد نهاية أحزان اللي كنت عايشتها. كأنه عم بتقلي ما عاد في داعي إنك تبكي بعد هلأ، ما عاد ابكي. نحن أساساً أثبتنا أنك بنتنا ومالنا بحاجة لهذا التحليل، ما هيك؟ بالوقت اللي هي ما كانت عم تتذكر فيه أي شيء، من أول ما شافتني تذكرتني، وأنا من أول ما شفتها تأكدت. لكن القلب ما بينسى. بالنسبة إلي اللي مرق علي ما رح أنسى أبداً. هاندا بنتي. هي يعني أمي اليوم كانت رح تفقد هاندا بعيد الشر. صحي أنت كيف لقيتها لهاندا؟ اتصلت بالشرطة. بالشرطة؟ ايه حبيبتي بالشرطة. الله الله، يعني كيف لقوا لهاندا بهالسرعة؟ يا بنتي حاج تسألي كل هالأسئلة هي، أنتي مانك شايفة حالتنا هلأ؟ كتير تعبانين رجاء. إيه جيرين أمي معها حق، خلوا هاندا ترتاح لأنها هلأ تعبانة شوي. يلا بنتي روحي وارتاحي شوي. طيب أنا بالإذن بدي أمشي. إيه حبيبي، وأنت كمان تعبت كتير اليوم. جينجو ليك أخي لا تلوم حالك كتير عشية اللي صار. هاندا أختي هاي الفترة راسها مشوش شوي، مع الوقت رح تتعود. طبعا رح نحاول كل جهدنا مشان ما يصير في أغلاط. تمام، بس مساعدتنا لحالها ما بتكفي، بتعرفه كتير منيح. إيه شو يعني؟ يعني لازم تشوف دكتور نفسي هلأ وفوراً. ايه معه حق، وأنا بوافق على حكيه كمان، حتى بركي الدكتور النفسي بخليها تسترجع ذاكرتها. رح شوف دكاترة نفسيين مشان هالموضوع للاقي للأحسن. ايه شكراً، بكرة بخبرك شو بيصير. تصبحوا على خير. وأنت بخير. أنا مالي هاندا. وقفي هاندا، شو عم تعملي؟ هاندا! أكيد صار معك شي وقتها، شو شفتيني؟ ليش خفتي هالقد؟ ما عم تسمعني؟ رد علي بس.
عم اقول لك انا مالي هاندا، شو ما عم تسمعني؟ ابني أعطيتني الدنيا كلها، شكراً كثير. صار كان بس إنه جينجو قالنا شي من قبل، قال إنه هي قالت له ما أنا هاندا. صح، بس أمي حبيبتي ما في شي من هاد، عقلة مشوش شوي، أساساً هي لسه ما عم تتذكر. لكان لوين راحت؟ وين لقوا هالشرطة؟ يا حبيبتي ما عاد له معنى هذا الحكي هلأ، ما تفكري فيه ممكن؟ انتهى. يعني هي بنتي؟ هاندا بنتي صح؟ عن جد بنتي؟ هي هاندا؟ خلص انتهت القصة؟ ايه امي، هاندا بنتك إلك ورح تضل بنتك عطول. ما حدا رح يغير هالشي بعد اليوم. عشرين مايو 2010. اليوم أمي كانت رح تلاقي دفتري، لازم خبيه بمكان ما حدا يقدر يلاقي، ما حدا لازم يقرأ شو مكتوب فيه ولا بأي وقت. 15 سبتمبر 2010، مبارح طلعت على سطح المدرسة وقلت بدي زد حالي، حتى لو وقعت وإجيت على الحجر. خبيت هذا السر الكبير جواتي لحتى مع الوقت يختفي ويروح. هي آخر مرة رح أحس بالمعاناة، ومن بعدها رح أقول لا، إيه هو أخذ مني كل شيء، بس ما رح أسمح له أبداً ياخذ مني الأمل. شو كان صاير معك؟ شو ما صار أنا رح أتحمل وعيش، رح أتحمل حتى أطلع من الكذب يلي عايشة فيه بهالبيت. إيه هذا البيت يلي مليان سكوت وأسرار كتير، وكأنه ما فيه حدا ولا فيه صوت حتى، مثل شي مكان للأشباح، وأنا كأني عايشة فيه لحالي، ما حدا سائل عني، لأنه قلوبنا أكتر حدا بيحرقها هو أكتر حدا منوثق فيه، وأكتر حدا منفتح له قلبنا هو يلي بيجرحنا عطول، ودائماً يلي حوالينا بيأذونا بدون ما يحسوا حتى.